بس بدي منكم تقولوا آمين. الله يدمر بشار الأسد. يعني معلش منطقة حارس صيدا مين مسيطر عليها؟ نبيه بري وحزب إيران. إنه أنا كنت عم في تعاون بيني وبين عدة أجهزة أمنية لحل أمور اظهر من المنطقة وعيش حياة طبيعية وتسارعت الأمور وصارت المعركة. ليه الجرح لو من غالي يذبح بالبطيء؟ ليه الفرح